تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ألتقي بكم من ملعب مرسيدس بنز، وهذه الأجواء الجميلة يسعدني بأن أكون معكم، وهذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض. مباراة من مباريات ديفيجن رايفلز والكل متحمس لهذا اللقاء، فريق سيناتورز في مواجهة انترناشونال. نتمنى بأن نشاهد مباراة تنافسية وندية حقيقية بين الفريقين في الملعب، لأن هذا ما ينتظر المتابع المحايد. ولامع التشكيل الأساسية لفريق سيناتورز، في حراسة المرمى تشيزني، ريو فيرديناند سيلعب بجواري بريمر في الدفاع، نيكولو باريلا سيبدأ مع أخوان فيرون في خط الوسط، وفي الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. في المرمى يتصدى حارس المرمى، والآن في هذه اللحظات تشكيل الأساسية لفريق انترناشونال، تير شتيغن في حراسة المرمى، كين بيمبي سيلعب بجواري رافائيل فاران في الدفاع، كيليان امبابي سيبدأ مع ديابي على طرفي الملعب. كيليان امبابي، يا رب هل شاهدتم كيف يسجل؟ انظر إلى المهارة، أي إسقاط، انظر إلى المسافة، أي ثقة، ينجح في هز الكرة في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. في رصيد حتى الآن 99 هدف مع ناديم، قد يأتي بهدف المئوي. اليوم أمام الفرصة الرائعة من أجل تسجيل هذا الهدف والوصول لهذا الرقم المميز. كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. الكرة في المرمى، حارس المرمى من حقه أن يغضب بعد التصدي أول في منتهى الروعة. نشوف الهدف مرة أخرى. في البداية الحارس قام بالتصدي بشكل ممتاز، لكن المتابعة كانت موجودة. لا يلام الحارس بالتأكيد على هذا الهدف، لأن بذل أقصى ما لديه وحاول أن يمنع الكرة من دخول المرمى. كيزا، تصدي قوي. ديمتري بايت، الكرة ملعوبة إلى بايت، وصلت إلى بايت، والآن مع كلاوس. شوف التمريرة، واضح غياب التركيز، وشايف هنا انقطاع الكرة. محاولة هجومية من انترناشونال، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. إشارة استمرار اللعب وإتاحة الفرصة. كيزا في توقيت مثالي، انظر إلى هذا التدخل. مساحة كبيرة للتقدم عبر الطرف أمام انترناشونال. الآن عرضية تبعد من تشيزني، كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات، تدخل وإبعاد الخطورة في ديريكو كيزا. والآن مع كلاوس، هاري كين وفرصة هدف الآن. تشيزني يتصدى والكرة ما زالت في الملعب، ينجح في اعتراض الطريق. ديابي، ديمتري بايه، تدخل كان ناجح هنا لإبعاد الخطورة. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. قد تكون هناك فرصة، والآن تتحول إلى ضربة مرمى. فريق انترناشونال متفوق في الاستحواذ حتى الآن. انتشار رائع من الفريق في الملعب يجعله يفرض أسلوبه، طريقة
حقيقة أمر ليس بالأمر السهل حقيقة، لكن مجهود كبير من اللاعبين كان في المتناول. في رأيي هم في طريق. كرة خطيرة، فرصة للتسجيل، ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. النتيجة ما تحتاج تعليق، عدم تكافؤ، تفوق كاسح تعكسها لوحة النتائج. تونالي يتدخل هنا ويقطع الكرة. مبابي وصلت إلى بايت، تدخل بثبات، انظر إلى القوة. شوف الحكم الآن تحتسب الخطأ في هذه اللحظات. الحكمة توضح الآن أن هذا التحذير لن يتكرر وستظهر البطاقة في المرة القادمة. ينجح في اعتراض التمريرة. ينطلق بالكرة الخطيرة. يا رب، حيث كل شيء يمكن أن يحدث في لحظة واحدة. اكتمل الجمال، يا ممتع يا فنان. شوف اللعبة، شوف الكرة، يا سلام على التوقيت. في حدث مهم للاعب بظهوره رقم 100 مع ناديه، يترك بصمته ويسجل هدفا يحمل اسمه. مستحيل اللعبة، كم أصبحت الغلة الآن. ما هذا الهجوم، ما كل هذه الأهداف. الله، على روعة الأداء الهجومي. ريو فيرديناند، كرة تصل إلى تونالي. يقترب الشوط الأول من نهايته، وتقدم كبير هنا لمصلحة الضيوف. مع هذا الأداء في الشوط الأول ومعدل استغلال الفرص، لو استمر الأداء بهذا الشكل ممكن أن نشهد نتيجة كبيرة جدا هنا، وتكون هذه المباراة عنوان الإذلال الكامل للخصم في الملعب. بينية في منتهى الجمال. خوان سيبستيان فيرون، تأتي الآن صافرة نهاية شوط المباراة. شوط ثاني يبدأ الآن، والنتيجة من الشوط الأول تأخر فريق سيناتورز. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. ضغط عالي ناجح هنا قد يسفر عن خطورة. كلاوس، والآن مع كلاوس يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. موسى سيسوكو، فرصة كبيرة للتسجيل. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. نونو تافاريز، هاري كين، وصلت إلى موسى سيسوكو، والآن مع كلاوس. ملعوبة إلى بايت، وصلت إلى سيسوكو. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة.
هذه هي فرصة هدف. انترناشونال ينطلق في المساحة عبر الطرف، بيلعب عرضية لمبابي. هجوم قائم بعد فشل في الإبعاد، والآن يكتب للفرصة النهاية، والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة، فرصة لإرسال كرة في الشباك. الله عليك، الله عليك، كم إعادة يستحقها هذا الهدف. عيد يعمر بيتك، عيد. الله على اللقطة. كيزا، تمريرة بيغير فيها مسار اللعب. كلاوس، الكرة ملعوبة إلى بايت. حلو التدخل واعتراض الكرة. الآن تأتي المساندة. فيدريكو كيزا، تمريرة رائعة خلف الدفاع، لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها. انطلاقة رائعة هنا، قد تكون بداية تشكيل خطورة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. توقع ممتاز للكرة وإيقاف الكرة البينية. هل يأتي العقاب على هذا الخطأ؟ كم ممكن تشكل خطورة الكرة البينية، لكن مقطوعة في اللحظات المهمة. الآن فرصة هدف. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. الهجمة في بدايتها كان شكلها خطير، كان ممكن تشكل فارقا، لكنها لم تشكل أي تهديد. مع اقتراب نهاية المباراة مشاهدينا، نصل بالتأكيد ونشاهد السيطرة للفريق الضيف، والنتيجة لتعكس الأداء والوضع في أرضية الملعب. أداء مثالي هنا في الملعب، كان واضح الاستمتاع والإبداع في الملعب. التناغم كان عنوان الهجوم في الملعب، في كل هجمة تشعر بالخطورة وإمكانية التسجيل. التمركز يساعد كيمبيمبي في استعادة الكرة، والآن مع كلاوس يعترض الكرة بكل سهولة. جزيرية تصدى والكرة ما زالت في الملعب. تنتهي الخطورة في هذه اللقطة. هنا اعتراض ناجح لمسار الكرة. كيزا، فرصة لوضع الكرة في الشباك. تير شتيغن يبعدها، لكن ما زالت خطيرة. والآن لم تعد هناك أي خطورة. الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. الحكمة هنا تعطي الأفضلية، والتاكلينج بقوة لخارج الملعب، رمية تماس. اعتراض ناجح لهذه اللقطة. الكرة بتضيع مرة أخرى. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. هاري كين، هاري كين تصدج، وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة.